اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى، النهارده جبت لكم معايا لعبه فظيعه من بلاي موبيل سيتي لايف. لعبه ايه؟ ايه ده؟ المكان بتاع العجل، ومش بس كده، ده محل بيبيع عجل وسكيتنج بورد، وفي مكان كمان للزحلقه. صالح لاطفال من سن فوق 5 سنين، وكود اللعبه 9402. واو، هنفتح بقى اللعبه دلوقتي مع بعض ونتفرج عليها ونحاول نركبها ونشوف يا ترى ايه اروش سكيتنج بورد موجوده، وايه احلى ايه عجله موجوده. هنشوف الحاجات دي كلها مع بعض. واو، بصوا، ممكن نركب بقى الثلاث اجزاء بتاعه اللعب دي كلها جنب بعض. اوكي، هنفتح بقى الايه العلبه، وفي كمان زحليق عشان الناس ممكن تلعب عليها بالباتيناج او سكيتنج. بصوا، البنت لابسه الباتيناج اهي في رجليها، اللي هي الجزمه اللي فيها عجل. اوكي، هنفتحها بقى ونشوف يا ترى ازاي بيعملوا بقى سكيتنج الاشقيه دول، وبيعملوا كمان بيركبوا العجل، وكمان مش بس كده، بيركبوا السكيتنج بورد. الله، معانا بقى كل الحاجات دي كلها جوه اللعبه. اوكي، هنحاول بقى ان احنا نفتح اللعبه دلوقتي عشان خاطر نطلعها ونشوف ايه الحاجات اللي فيها. اوكي، اول حاجه بقى هنفتحها اهو، دي بنفتح العلبه كده وهنطلع بقى. بصوا، دي الارضيه بتاعه المحل، وهنا بصوا في اكياس كتيره جدا، هنقعد بقى نركبهم كلهم. اوكي، وهنطلع بقيه المحتويات اهي. بصوا، اديني طلعتهم كلهم. الله، وبعد بقى ما طلعتهم كلهم اهو شكلهم بقى جاهزين. هنفتح بقى ونقعد نركب، ونفتح مع بعض اول كيس. هنا بصوا بقى، العجله مفكوكه خالص، لا العجله دي مقفوله اهي، لونها بقى بينك في اسود، شكلها جامد جدا. ومعانا بقى هنا الراجل ده، هو اللي ايه، ولا دي بنوته تقريبا. وهنا بقى ده الستيكر بتاع بلاي موبيل. وهنفتح بقى بقية الكيس. الله، بص بقى الشخصية الفظيعة دي، شكلها برضو حلو جدا. اهو ادينا بقى كده ايه، خلصنا كل حاجه. نبتدي بقى دلوقتي ان احنا نحط الستيكرز. الله، اهو بصي البنوته بقى واقفه بتتزحلق اهي على المكان بتاع بلاي موبيل. واو، شفت شكلها نفس الخوذه بقى كمان عشان لو وقعت. وهنا بقى العجل اهو، عشان لو حد عايز يجي يجربه ويختبره. وفي انواع مختلفه من العجل، وفي ورا هنا بقى الخوذ اللي الناس بتلبسه يركب العجل او السكيتنج بورد عشان لو وقعوا ما يحصل لهمش حاجه. وهنا بقى كمان ايه المحل، حاطط بقى الكاشير والحاجات بتاعته كلها. الله، عجبني جدا جدا المحل الفظيع ده بالحاجات كلها، المحتويات بتاعته شكلها فعلا يجنن. وهي ممكن بقى نجرب الحاجة كده مع بعض. هنا بقى ده الولد والبنت هيجوا بقى المحل عشان يكتشفوا الحاجات. واو، شفتوا شكلهم بقى جامد جدا. هنا العجله بقى جايه نازله من زحلقه على المنزل كده عشان ياخدوها يجربوها ويمشوا بقى بيها اهي. بصوا بياخدوها بقى كده. الله، وهنا بقى في ده العجل بتاع الشوز. اوكي، واحنا شفناه. بصوا بقى السكيتنج بورد كمان بالوان شكلها يكنن.
الله شفت بقى شكلها حلو ازاي، والبنوتة بقى هنا واقفة كمان، وهنا بقى الولد ده كمان واقف بيتزحلق عليها. الله لا شكلها فعلا جامد جدا جدا جدا. اهي بص البنوتة بتتزحلق بقى كمان، واو. وهنا بقى في كمان سكيتنج بورد ممكن احنا نجربه الاتنين دول مع بعض ويتزحلقوا بقى بيهم. انا عن نفسي عجبتني جدا جدا اللعبة الفظيعة دي، وهنا بقى كمان في كاميرا اللي بتصورهم هما بيعملوا بقى الحركات الصعبة قوي دي. انا عن نفسي عجبتني جدا جدا اللعبة الفظيعة دي، قوليلي بقى اصحابي في الكومنتات ايه رأيكم فيها، شوفوا بقى اني اكتر حاجة عجبتكم، يا ترى السكيتنج بورد ولا العجل ولا الكاوتش. هستنى اسمع الكومنتات بتاعتكم. بليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات عيب الاطفال. توحشوني اوي يا اصحابي، باي باي.